أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في هذا التقرير الخاص عن انتخابات برلمان كردستان الذي سيقام في 20 أكتوبر في ظل تحديات كبيرة وآمال أكبر، حيث يتطلع المواطنون إلى من يمثلهم ليدافع عن حقوقهم ومتطلباتهم. خليكم ويانا. أهمية الانتخابات تأتي من تجسيدها للديمقراطية وإيصال صوت الشعب إلى قبة البرلمان من أجل خدمة مصالح المواطنين، وعلى المرشحين الالتزام بتحقيق وعودهم عند فوزهم بالانتخابات. انتخابات خوي قرسايجي خوي هيلا. الانتخابات لها ثقلها السياسي في إقليم كردستان، وعلى الجميع المشاركة الفعالة في الانتخابات لإيصال الشخص المناسب إلى المكان المناسب. الديمقراطي الكردستاني والذي كان وما زال المدافع الأول والأقوى عن حقوق الشعب الكردستاني، فإن قائمته ذات الرقم 190 تستحق الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة. الانتخابات مهمة لإعادة الشرعية إلى المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان حتى تواصل تلك المؤسسات خدمة المواطنين، وأنا لا أرى أفضل من قائمة الديمقراطي الكردستاني ذات الرقم 190 لتحقيق ذلك. لقناة زاغروس كنت معكم هبة العاني السليمانية.